للوقوف عند تداعيات الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد المسلمين في فرنسا، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتور أحمد عامر خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، مرحبا بكم. قرارات يراها المسلمون في فرنسا بأنها تستهدفهم وأيضا تستهدف الدين الإسلامي، بينما يراها ماكرون حماية للدولة وثوابتها، كيف تابعتم هذه القرارات والإجراءات دكتور؟ تحياتي لكم وتحياتي للقائمين على قناة الرافدين ومشاهدين القناة. للأسف الشديد السيد ماكرون وهو يخسر شعبيته وبقوة في المجتمع البريطاني، في المجتمع الفرنسي، للأسف الشديد يهاجم الإسلام ويهاجم المسلمين حتى يحاول أن يكسب أصوات أكثر من اليمين واليمين المتطرف. نعم. وهذا ما لن يستطيع أن يحصده برغم مواقفه الشرسة جدا ضد الإسلام والمسلمين. ولكن لليمين ولليمين المتطرف في فرنسا قياداتهم والشخصيات الداعمين لها فلن يستطيع أن يحقق شيئا مهما حاول أن يكون أكثر منهم شراسة ضد مسلمي فرنسا للأسف الشديد. دكتور أحمد، يعني هنا في هذا السياق كيف تقيم حادثة مقتل المدرس الفرنسي على يد طالبه الشيشاني وبالتالي أثره على موقف المسلمين في عموم فرنسا وفي القارة الأوروبية؟ طبعا شيء سيء جدا ويسيء للإسلام ويسيء للمسلمين لدرجة كبيرة، وللأسف الشديد يعطي مساحة أكبر لليمين ولليمين المتطرف ولأحزاب اليمين عامة أن يقولوا إن هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمين. ولكن أنا أقول إن برغم ذلك كثير من الأحزاب في الغرب وأعضاء البرلمان في الغرب من مسلمين وغير مسلمين، كثير منهم منصفين ويعلمون جيدا إن هذه كلها أشياء لا تمثل الإسلام ولا تمثل المسلمين في بلاد أوروبا، ولكنها أحداث تمثل فاعلها أكثر من أي شيء آخر. نعم. كان فاعلها مسلم أم غير مسلم فهي تمثل من فعلها. ولكن دكتور أحمد، يعني نحن نلاحظ تعميم الحوادث على الإسلام مع أنها أحداث فردية، ما السبب في ذلك خاصة في الدول الأوروبية تعمم على الإسلام بشكل عام؟ للأسف الشديد توجد هجمة على الإسلام وعلى المسلمين وهذا واضح جدا. الهجمة هذه تزداد وتزداد بقوة وهذا صحيح، وكلما ازدادت أعداد المسلمين في أوروبا وكلما ازدادت المساجد وازداد الحجاب وارتفعت المآذن هنا وهناك، نرى أيضا اليمين يزداد شراسة ويزداد قوة. ومما لا شك أنه أيضا يوجد داخل عالمنا العربي والإسلامي من يدعم اليمين المتطرف في أوروبا ويدعم هذه المواقف التي تقوم بها بعض الحكومات الأوروبية وبعض الجهات في داخل الأوروبية للوقوف بقوة ضد الإسلام والمسلمين. ورأينا تصريحات كثيرة من رجال دين كبار في العالم العربي والعالم الإسلامي يتحدثون عن الجيل الثاني والجيل الثالث من أوروبا ويهاجمونهم بقوة من لهذه الأجيال التي ولدت في الغرب من أبناء المسلمين. ونرى دعم قوي جدا لليمين المتطرف من جهات عربية ومحسوبة على الدول الإسلامية للأسف الشديد. هذا مما يزيد الطين بلة للأسف. دكتور أحمد، جمعية إسلامية لجأت إلى الأمم المتحدة بسبب الاستهداف الحكومي للمسلمين في فرنسا، لكن هنا هل تعتقد أن هذا الإجراء يمكن أن يوقف أو يوقف تعسف الحكومة الفرنسية؟ لن يوقف تعسف الحكومة الفرنسية، ولكنه إجراء جيد وفي وقته وإجراء قوي، وينبغي أن يكون إجراءات شبيهة مثل الذهاب أيضا للاتحاد الأوروبي، وليس فقط للاتحاد الأوروبي بل للبرلمانات الأوروبية كل على حدة. توجد دول أوروبية كثيرة فيها برلمانات وفيها أحزاب داخل هذه البرلمانات تدعو للتعايش وتدعو للحياة المشتركة بين أطياف المجتمع في بلدانها، ولابد أن تواصل مع هذه الأحزاب ولابد من التواصل مع هذه البرلمانات في أوروبا حتى توقف القرار الفرنسي في المكان المناسب له، لأن فرنسا لم تجد على مدار السنوات الماضية
أحد يوقفها للأسف الشديد من الهجمات الشرسة جدا ضد مسلمي بريطانيا. هجمات قوية للغاية للأسف الشديد، اعتداء شرس على مسلمي بريطانيا ومن قبل الحكومة الفرنسية ومن قبل الأحزاب الفرنسية. فينبغي لإيجاد حل أوروبي وحل دولي ضد هذه المواقف الفرنسية. دكتور أحمد، أنت تعيش في لندن، لكن هل أثرت حادثة باريس على المسلمين في أوروبا مثلا؟ يعني واجهتم عنصرية على سبيل المثال؟ الوضع عندنا في بريطانيا وفي لندن يختلف اختلاف كبير. نعم. برغم أن مسلمي بريطانيا يقدر تقريبا بنصف مسلمي فرنسا، ولكن وهم أيضا عندنا الجيل الثاني والجيل الثالث من أبناء مسلمي بريطانيا، مثل ما في فرنسا أيضا الجيل الثاني والجيل الثالث من أبناء المسلمين في فرنسا. ولكن عندنا غالبا في فرنسا أنك تجد مسلمي بريطانيا في بريطانيا ينخرطون في السياسة، ينخرطون في أغلب الأحزاب اللي موجودة، يمثلون مجموعة كبيرة من المفكرين ومن أساتذة الجامعات ومن رجال الأعمال وقيادات حزبية كبيرة وأعداد تزداد بصفة دائمة في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات البريطاني بالضبط. وفي داخل المجالس البلدية هنا وهناك. هذا لا نجده عندنا في فرنسا. فرنسا يوجد إشكالية كبيرة برغم أن ضعف العدد اللي موجود في بريطانيا، ولكن مسلمي فرنسا بينهم شرذمة كبيرة، لا يهتمون كثير بالعمل السياسي والعمل البرلماني والانخراط في الانتخابات البلدية والانتخابات البرلمانية، وهذه مشكلة كبيرة. نعم دكتور. أنت عندما تعيش في مجتمع فيه تعدد للأعراق وتعدد للألوان وتعدد للأديان، لابد أن تختلط مع الأسود ومع البوذي ومع الهندوسي وتكون مع الجميع تحالف يمثل هذا التحالف حفاظ على مصالح الجميع مما لا شك. ثم عندما تدخل أي انتخابات برلمانية أو بلدية أنت تقف مع العضو الذي يقف مع مصالحك، كانت مصالحك من حيث السكن، من حيث التعليم، من حيث الصحة، من حيث المصالح السياسية الداخلية. نعم دكتور. والخارجية أيضا في أقطارنا. نحن نرى أن هذا موجود عندنا في بريطانيا، ولكن للأسف الشديد يحتاج مسلمي فرنسا أن يراجعوا أنفسهم فيه. من لندن الدكتور أحمد عامر خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم.